موعدنا مكمل معكم أعزائي المشاهدين وضيوفي بالفقرة الأولى سيلين حريقة وأنطوني حريقة أصحاب مشروع مميز رح نحكي عنه اليوم. أهلا وسهلا فيكم. فيك ميرسي ميرسي لاستضافتك لعنا. شكرا لحضوركم. أنا كنت عندكم من أسبوعين ولفتني جدا العمل يلي عم بتقوموا فيه، المشروع يلي عم بتقوموا فيه. كرمال يعرفوا المشاهدين نحن عم نحكي عن ورشة عمل للأولاد لصناعة الصابون. عم بيجوا لعندكم طلاب مدارس، عم بيحجزوا المدارس عندكم، عم بيجوا لعندكم طلاب مع أهاليهم حتى يتعلموا صناعة الصابون. أولا بداية، كيف كانت بداياتكم؟ كيف انطلقتوا بهذا المجال؟ نحن بالأول بلشنا يعني نصنع صابون كرمال الاستعمال الشخصي نعم من 7 سنين، وحبينا انه نعمل صابون هو طبيعي كله من يعني مواد طبيعية من الطبيعة، لأنه عندنا بشرة حساسة. وتقريبا من شي سنة ونص يعني بصيف 2021 قررنا انه نحن يعني مع تشجيع الناس والحوالينا والأصحاب وشافوا قديش شغلنا حلو، شجعونا انه نحن نعمل مشروع حريقة صوب. كان بلش بأيلول 2021 لحتى نعمل كله صابون اشياء طبيعية، كله هاند ميد، كلها صناعة يدوية. يعني نعم. واجهتكم صعوبات ببداية المشروع ولا كانت مسيسرة الأمور ولا كيف؟ اكيد. هلا اول شيء نحن تعلمنا صناعه الصابون اللي هو الباز، يعني صناعه الصابون، وبعدها بنعمل الصابون على الطريقه التقليديه اللي هي على الحطب، يعني مش على البارد، على السخن. نعم بتبلش اول شيء الباز، الصابون اللي هو مثل صابون الزيت، وبعدين صرنا نحن نتطور شوي شوي، ساعه نعمل على لافندر، ساعه نعمل على الوفيرا، وكل وحده لها افاده معينه للبشره. نعم واكيد مع الوقت نحن يعني صرنا نكتر، يعني صار عندنا 25 نوع صابون حلو. وصابون سائل حتى، وحتى يعني فتنا بالسكراب بالمناسبات للاعراس وللايفنتس، يعني طورنا حالنا مع الوقت. واكيد الانسان بيتعلم يعني يطور حاله من فشله من التجربة. يعني نعم، يعني مش بس في ورشة عمل للأولاد بيجوا لعندكم، أنتم كمان عم بتبيعوا صابون لكل المناسبات، للعمادات، يعني مختلف المناسبات يلي بيكون بحاجة فيها، يمكن أو لأهداء حتى، يمكن عاملين كادويات كمان لأهداء الصابون، عاملين محل إضافة إلى الورشة العمل يلي بيجوا لعندكم الأولاد يتعلموا. مية. إذا بدنا نحكي شوي عن يعني أنا مثل ما شفت في مرحلتين، عندنا المرحلة النظرية وفي عندنا مرحلة تطبيقية، بتقدروا هيك تخبروا شوي المشاهدين عنها يلي بحبوا أكيد يتعرفوا أكثر عن هذا المشروع، كيف إذا حابين يجيبوا أولادهم وأطفالهم حتى يشاركوا عندكم؟ أكيد هي فكرة ورشة العمل انطلقت من أول شيء يعني جمعنا بين الشغلتين يلي هن الاكسبيرينس، الخبره بالصابون عنا، نعم وانا لانه دارسه بيداغوجي فبحب العلاقه كمان مع الاطفال. وكان الهدف منا انه نحن نخلي الاولاد يتوجهوا يشوفوا يتعرفوا على الحرف القديمه، وخاصه انه نحن بعدنا على الطريقه التقليديه يعني بس عدلنا شوي فيها، يشوفوا كيف بتكون الصناعة. في عنا بنستقبل نحن الولاد من 4 ل 12 سنة، بس كمان في عنا قابلية انه نستقبل الولاد الأكبر، يعني حتى الأدولت أوقات بيجوا لعنا، بس هي مخصصة أكتر للأطفال. هي حلوة لكل الأعمار إنه الواحد يتعلم. صح. أنا عن 100% جد أنا عندي حشرية إنه أتعلم كيف بيعملوا صابون. حتى حلو. ما بعرف ستيفاني إذا لاحظتك إنه الأهل متحمسين. صح. أكتر من الأولاد، يعني كنا عم نشارك كلنا يعني مع الأولاد. مظبوط. هي فيها تقريبا يعني بين الساعة ونص والساعتين. ليش بين الساعة ونص والساعتين؟ حسب أداء تفاعل الأولاد نعم وحسب أداء فضولهم إنه يعرفوا أكتر،
وكمان حسب العدد، لأنه نحن بنستقبل يعني لحدود تقريبا 12 ولد بالأتوليه، بس كمان ممكن إنه نطلع لبرا. بس بقلب الأتوليه نحن كل سيشن 12 ولد، أو السيشن ما في أوقات محددة، يعني حتى بتكون هي فيها تكون بنص الجمعة، بالويك إند، بالأعياد، بس أكيد على حجز مسبق، وبيحكونا وبنتفق على وقت. في المرحلة لفتنا قلتي لي انه بتطلع لبرات الاتوليه، يعني في حال طلبتكم مدرسه او يمكن حدا عامل ايفنت صح معين حابب يعلم الاولاد صح بهذا الايفنت كيف يعملوا صابون، انتم بتروحوا صح بتنقلوا فينا تكونوا موجودين عندهم. اكيد 100%. بناخذ نحن اغراضنا، نحن عنا اغراضنا، بس بنضل على الطريقه السخنه اكيد، بس انه ما فيك تولع هونيك. نحن بالبيت نعمل على الحطب الصابون، هونيك بينعمل بطريقه اهون اللي هو على الغاز، وبينعمل كل البروسيدور اللي بنعملها بالبيت نقدر نعملها بنعملها عندهم. عندهم مدرسة، حدا عنده كذا ولد ببيته بحب انه يعملها اكتيفيتي يعمل هالاكتيفيتي للاطفال اللي فينا جمعوا. نحن. نعم صح. نعم. هلا كرمال المراحل كيف؟ عندنا بالاول المرحله النظريه اللي هي كل شيء خاصه، واكيد بتكون يعني مبسطه نعم وبتكون سهله ليفهمها الولد، وما بتكون طويله لما يزهق، واكيد مع انيميشن اذا بدك، وتفاعل مع الاولاد، مش مثل اللي عم بخبر عم بكب اخبار للولد، يلي هي عن كل شيء خصو بالصابون، كيف بلش، كيف اكتشف الصابون، نحن شو بنستعمل الانجريدينتس، كيف بنقدر نشتغل، بنعرفهم على هن كيف يعني بدهم، بنحضرهم لحتى يقدروا يشتغلوا معنا بالصابون، نعم لحتى يعرفوا هن بالاكتيفيتيز بالمرحله التطبيقيه كيف بدهم يشتغلوا فيها. كمان بنعطيهم اشياء، يعني بننصحهم كيف انه يعتنوا ببشرتهم، كيف ينقوا الاشياء الطبيعيه، يعني بنعلمهم شو استعمال الصابون، مش بس بالاشياء اللي نحن بنعرفها، انه في كمان كليفر يوزز للصابون. وحلو، وحلو كمان انه اولاد لبنان يضلوا كمان محافظين على هيدا الشيء، لان هيدا الشيء تراديسيونال ومعروف لبنان من زمان، وجاي بزيت الزيتون وبصابون زيت الزيتون، فكتير مهم انه الولد يضل محافظ كمان على هيدي التقاليد الحرفة او المهنة ولعز الحرفة التقليدية 100%. اللي جدودنا كانوا كلهم يعني كانوا يعملوها، وكانوا كانوا فيها عن جد قد بتساعد بتنمية الولد فكريا، وكمان عم بتسقفوه، يعني عم تقولي لي بالمرحلة الأولى عم يعني المرحلة النظرية شوي قاعدين ساينتيفيك شوي ساينتيفيك، عم تعرضوا لهم على الشاشة كل شيء، صح تفسروا لهم كل الاتابات دقاء زاد، كيف بتم صناعة الصابون، المواد المستخدمة، الطريقة، كيف تخبرينا عن طريقة الشغل قبل ما تشتغلوا حتى تاريخ مزبوط. الصابون كمان بتقلهم كيف التاريخ بلش وكيف كيف الناس اكتشفوا الصابون من الأول. حلو. بنرجع بننتقل للمرحلة التطبيقية اللي هي الولد بيشغل كل حواسه هون، لأنه الولد بيتعلم عن طريق اللعب وبينبسط بالشي بس يشغل حواسه فيها، صح يعني بيلمس الصابون الطري وبيشتغل فيه، بعدين بيشوف الفرق بينه وبين الصابون اللي نشف. في مرحلة انه بيلعبوا بالصابون، يلي هو بيقطعوا حرف اسمه، بيختموا، بيزينوا، بيعملوا، بيبرشوا صابون تيعملوا اكياس، وكل شيء بيشتغلوه بايدهم بياخدوه معهم على البيت، لانه الولد كتير بحب انه ياخد شغله على بيته، يعني كل شيء بيشتغلوه بياخدوه معهم على البيت. شو حلو. ومن بعد ما يشتغلوا بالصابون على يعني بايدهم، كل واحد يعمل الشيء ويزين وهيك، ننتقل لمرحلة انه يشاركوا معنا بعملية طبخ الصابون، يعني بيحركوا الصابون، بيشاركوا بعملية الصب، لتزيين، التقطيع يلي هن اللي نحن بنعملهم، تختيم الصابون، ممكن انه التربيط. بيرجع من بعدها، يعني هيدي كمان المرحلة التطبيقية، من بعدها كمان بنعرفهم على البرودكتس، على المنتجات. المنتجات الموجودة صح، عندكم يعني هن كلهم فرد محل، يعني بس مقسمين الغرف صح. مقسمين الغرف، يعني بنرجع بنفوت على غرفة مطرح ما نحن حاطين البرودكتس المنتوجات، ومنعرفهم عليهم، يعني مثلا اذا بدنا نعرفهم على صابونة الليفة، بنفرجيهم الليفة اصلا كيف اللي نحن بنزرعها،
وانه كيف تطلع بس نحن نشيلها، وكيف منقصها ومنحطها ومنصب بقلبها الصابون، وكل شغله لشو تستعمل، تالولد هيك يكون عنده معرفه. وحمد لله حمد لله ستيفاني، يعني ما في ولد اجى لعنا لا لما ما حب. طلع كتير مبسوط، وضلوا على جمعه يحكي لاهله انه شو حلو يا ريت بنرجع. ما عدا الحرقصة بضلهم محرقصين، لأنه بتخبريهم إنه الصابونة اللي عملوها بدها تضل ثلاث أسابيع، صح بتذكر صح ثلاث لتنشف. أسابيع تتنشف، فهون بيكونوا عايشين أولاد جو الحرقصة، بدنا إياها وبدنا نغسل إيدينا. فشي يعني جد، يعني أنا اللي لمسته واللي شفته قد إيه هالولاد انبسطوا عندكم، وقد إيه تعلموا، وقد إيه تثقفوا ولعبوا بنفس الوقت. يعني هو عم بيتعلم وعم بيتسلى بنفس الوقت، جامعين الاثنين. ايه وهالبسطه انه اخر شيء بينبسط كثير، انه بالاخر اخذ الشغل يلي هو اشتغله صح واخذه تيستعمله بالبيت، بس هو ناطر هيدا بده يتحرقص شوي، ناطر حتى الصابونه تكون وهو بحبها اكثر. جاهزه. صح هو بحبها اكثر لانه عم يقطع حرف اسمه صح كمان، صح حرف اول صابونه حرف على من شكل اسمه. حرف اسم كل ولد عم صح، تعطوا. يعني هي بتكون شيء شغل بيرسوناليزي، بيكون يعني الولد عم بيحط البيرسونال تاتش تبعه، يعني عم بيحس انه هيدي لإلي وهو اشتغلها. من ميلة حب الصابونة لأنه هو عملها، من ميلة تانية كمان اتعرف على كيف انعملت وكيف بده يعتني فيها وقد بده ينطر لتنشف. كمان هيك بيكونوا يعرفوا الولاد انه مش هي شغلة خلصت، مش هي في انه نطرة دغري، يعني بدها وقت. صح صبر كمان صبر بدها الصبر. صح وانا عم نشوف البرودوي يلي عم بتقدمون بمحلكم، يلي عاملينهم بينعمل على شكل بوكسات، ولا يمكن اذا حابب حدا يهدي، او يمكن حتى كمان كمان للعماده، كمرق صور للعماده، الصابونه أول قربان او عمادة، القربانه أي مناسبة، عرس، أي مناسبة بنقدر كادو دو روتور، شو صح ما صح كان. وفي عنا اشياء جاهزه وفي عنا اشياء كاستمايزد على حسب على الطلب، يعني كمان ممكن على حسب الذوق وعلى حسب البادجت، يعني قديش القدرة بتقولي لي وبنعمل على أساسها. وعنا تشكيلة كتير واسعة، وحتى يعني مثلا للإيفنتس عندك على عيد الميلاد، على الأعياد، يعني عم أعياد نحكي كبيرة. نعم أعياد الكبيرة، عيد الميلاد، في عندك عيد الحب، عيد الأم، عيد المعلم، كل الأعياد يعني نحن بنكون محضرين حالنا كرمال، محضرين ايتمز كمان لهذه وكل مرة المناسبات. أشياء جديدة، نعم وكل مرة يعني بنطلع بأشياء جديدة لحتى يعني إذا بدك بنفجر مواهبنا. كمان التغيير حلو، يعني اكيد اللي عم تعملوه رائع، بس حلو من فتره تانية كمان يكون في عمليه بصير ايه الواحد يتطور تغيير. شوي شوي يعني اكيد. نعم، واللي حلو انه الاولاد لما عم بيشاركوا حتى وقت التدويب الصابون على عم النار، بحركوا الصابون على النار. بيحركوا على النار وكلهم، يعني يعني انا مثل ما انا شفت، لا الكل بده يجي محرقص حتى يشارك، فهيدا الفرح وهيدا اللي عم تقدموه للأطفال كتير حلو، والعلم كمان والتثقيف وهالحرف اليدوية اللي عم تعلمون إياها كتير حلوة. للأشخاص اللي عم يتابعونا هلأ ويلي حابين أكيد أنه يحجزوا عندكم، في رقم تليفون أو كيف بيقدروا يتواصلوا معكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأي أكيد. طريقة؟ هلأ نحن عنا فيهم يتواصلوا معنا على الإنستغرام حريكة تتصوب، نعم، او على الفيسبوك كمان حريقة صوب، وكمان فيهم يتواصلوا معنا على الرقم 7025634333، واكيد نحن بنستقبلون وبنتفق على وقت. نحن بنعمل 3 سيشنز بالنهار، نعم، ومثل ما قلنا فينا كمان نقدم انه فينا كمان نروح لعندهم، والولاد كتير كتير عم ينبسطوا. وهيك نحن مش بس بنكون عم نلعب الاولاد، عم نسقفهم وعم ننمي لهم الاشياء الحرف الحلوه يتعرفوا عليها. في شيء لفتني وقتها كنت موجوده عندكم بورشه العمل للاطفال، لفتنا حيط كثير هيك كثير كبير طويل، حيطين بالاحرى مش حيط، مليان كله منتوجات لبنانية قديمة. يعني ما بعرف حتى البيبسي السفن شو ما بدك قصص، يعني أول مرة يمكن طلعت فيها أول أنينة بيبسي وأول أنينة سفن أب وأول أنينة كل المنتجات اللبنانية، يعني مش إنه في شيء معين سميت بار اكزامبل أنا هولي. هذا الحيط بتمنى أكيد نشوف صور عم نشوفه هلأ.
هذا مزينين فيه ورشة العمل مطرح ما عم بيقعدوا الأطفال حواليهم. خبرني هاي شو الكوليكسيون اللي جمعينه؟ انا بحب كتير الانتيكيتي، بلشت جمع انتيكيتي، بعدين طوابع تامبر، عامل كوليكسيون للبنان، تامبر نعم لبنان. بالاخر حبيت هذا الشيء، انه حلو الواحد يحافظ شوي على المنتوجات اللي راحت واللي بعدها موجوده. في كتير منتوجات منا موجوده بقى بلبنان، لبنانيه. نعم هدول الاشياء الموجودين عندي يعني اللي مجمعون، ببلشوا تقريبا من 1930 1940 كيف منك 1930 عنده غراض من 1930 صح. ايه، وفي عندي كل تاريخ كل شغلة، يعني كيف البيبسي مثلا من 1952 بلشت بلبنان لما راحلها كلها، هن الأناني كولكشن نعم الأناني، كل شيء قديم، السمنة اللي كانت متواجدة هون، في منتوجات حتى بطلت موجودة بالأسواق اللبنانية وهي قديمة كتير كمان موجودة عندك صح مزبوط. جمعينهم في بالورشة العمل منتوجات حتى عند أصحاب يعني المعامل انفقدت موجودة عندكم وموجودة عندهم. صح مزبوط 100%. وحتى كمان حبيت جمع كمان اشياء تبع الطفولة، يعني اللي كان الواحد ياكلها، اشياء الشوكولا، وكمان مجمع منهم اكيد ورق فاضي منه ما فيهم، نعم بس حلو حلو. بيجوا لعند الاولاد بيقولوا لي هدول شو، بخبرهم شوي عن تاريخ لبنان، هيدي من السنه كذا لسنه كذا كانت موجوده، هيدي بعدها موجوده، هيدي انفقدت. الكراش مثلا كانت كل العالم تحب الكراش، هلا نعم ما في كراش بقى. مثلا سبرايت مش موجوده، في كتير اشياء منا موجوده، في انواع بيره كتير منا موجوده كمان. نعم كل هالزجاجات موجودة وكل هالمنتوجات اللبنانية بعدك محتفظ فيها وجمعتها على هالحيطان. تعرف شو الحلو انه مش بس عم بتعلمهم عن منتوجات وعن كل شيء، يعني عم بتعلمهم حرفة يدوية للولاد، حضرتك ومدامتك عم تعلموهم حرفة يدوية صناعة الصابون، وعم بيجوا لعندكم وعم بيتعلموا كمان تاريخ المنتجات اللبنانية، عم بيشوفون عم بيلمسون هولي قصص بطلت موجودة بالسوق، عم بيشوفون قدام عيونهم، نحن كبار عم نطلع كنا فيهم وكنا مندهشين ومبسوطين فيهم، يعني انه واحد بيقول انه ما هي هيدي تذكرتها كنت اخذها كنت اشتريها انا وصغيره وما صح. بقى في منها هلا، انه شيء كثير حلو هالمجموعه كثير حلو فعلا المجمع. زمن جميل مثل ما صح بقولوا عن زمن جد. جميل ايه فعلا. وانا بالاول اول ما بلش يجمعهم انه حسيت انه شيء كثير غريب، بس لما صاروا كتار وهيك لا صح هلا بينت صرت الفكره. ساعده، وخاصه انه نحن بالاصل يعني بنحب الاشياء القديمه، نعم يعني بيتنا حتى بنحط فيه اشياء قديمه، بس هيك كوليكسيون كانت الفكرة غريبة بس حبيناها تكون بالأتوليه كرمال اللي يشوفوها الأولاد كمان ويتعرفوا عليها. هلا اذا في شيء مثلا قنين او شيء منتوج عارضينه للبيع، دغري بتقول لي ما بدك تشتري هيدي، ليك شو حلوه، صرتي تشجعني عليهم، صرت تحبهم اكثر مني. لانه فيهم تاريخ وعاملين جمال تحت يعني، ومثل ما قلت انت وعم بنفيد بتعلموا العالم أطفال. كمان. صح نعم 100% اكيد. بدي اتشكر حضوركم معنا اليوم، الوقت ميرسي مرق لك. بسرعة، واكيد بدي كمان شجع كل الاشخاص الاهالي يلي بعد اولادهم ما راحوا وشاركوا بالاتوليه عندكم، كمان بشجعهم انه يروحوا. انا كنت من اسبوعين وشفت قد حلو هالعمل اللي عم بيقدموه هالشخصين المميزين يلي عاملين عن جد مشروع كتير حلو للاطفال. بشجعكم تاخذوا اولادكم على هيدا المكان تيتعلموا يتثقفوا وينبسطوا ويعملوا بالنهايه صابون ياخذوه معهم وينبسطوا بيلي انجزوه ويلي تعلموه. بدي اشكركم ميرسي ميرسي. واعزائي ميرسي لكم، واعزائي المشاهدين بدنا نتوقف دقائق قليله للاعلان، اكيد بدنا نكمل حلقتنا من بعدها، خليكم معنا.